شو بتقول الأفلاك لمواليد الميزان على الصعيد العاطفي بشهر كانون الأول ديسمبر 2022؟ يا عزيزي، بتبحث هالشهر عن الاستقرار بحياتك العاطفية، وهالشي يمكن يأمن لك الاتزان. أنت ما بتحب أنه يكون في نوع من الإحباط، نوع من التردد، نوع من عدم الثبات أو الأمان. بدك استقرار، تهتم بالصداقات يلي بتحيط فيك، وبتعيش أجواء عذبة مليئة بالحنان والعطف والاهتمام. عادة مولود الميزان بيستقطب الاهتمام، بحبوا يلي حواليه انهم يغمروا بحنانهم واهتمامهم، يمكن لأنه هو بيوحي بهالشي. الشريك بيحيطك بعناية فائقة وبيدفعك لإيجاد حل لوضع دقيق لإلك، أو بيشجعك على اعتماد أسلوب آخر بحياتك، أو على الترفيه عن نفسك والتخفيف من الضغوط. أما العازبين فبيطلوا على تغيير جذري ربما بها الشهر، وبيعقدوا صداقات حلوة، وبيروحوا نحو لقاءات مطمئنة جدا. يمكن أنت بدك شريك بيوحي لك بالثقة والطمأنينة، وتتاح لك فرص للقاء بشخص بترتاح له جدا وبداعب روحك بعزوبته وحضوره وصدقه وحماسته. ربما أنت اكتشفت خداع أو غش في السابق، وهالشي أثر عليك جدا، وربما يؤثر عليك أكثر بها الشهر بسبب الأوضاع الفلكية، كأن تسترجع هذه الذكريات، وبدك إنك تمحيها بصداقة نزيهة تعقدها مع أحدهم، بتخبره قديش أنت تعبت، وبتكون هالصداقة أفلاطونية، يعني صداقة حلوة مع محبة، أو بتتحول بعدين لعلاقة متينة وارتباط، بس بتبلش من هالطريق. البداية هي بالثقة والرعاية والمحبة قبل الحب. هيدي هي حقيقتك عزيز الميزان بها الشهر، ويلي بلبي هالحاجات بيملؤ قلبك. مين بيقول أنا؟